مساكم الله بالخير ويوم جديد في هذا الشهر المبارك مع العم المبارك. الله يبارك الله يبارك في عمرك. الله يبارك في عمرك. شلونك يا ابو ناصر؟ والله تيكه ممتاز. تيكه هي بعد. تيكه هي تتكلم لغات. شوف تقط انجليزي ساعات تقط هندي ها مستن ولا همني احد. في اهتمامك بالشعر أكيد اهتميت باللهجات. لا ولا لا أنا توقعت تعرف سواحلي تعرف. لا هذه تيك أخوك أبقى في الهندي ما شفناه حنا. ما أبقى في الهندي آن ما آن. بس أنت يعني بالنهاية غادرت حدود الكويت وحتى يعني أشعارك فيه يعني مثل مصر يعني مصر دولة كبيرة وعريقة في التاريخ والفن والأداء صح ولما تدخل صفحة عمار شريعي رحمه الله الله يرحمه تقرأ عنه تلقى اسم بدر بورسلي ورد في صفحته على ويكيبيديا 3 مرات ما شاء الله. والله ما أدري عنها بس بطالعها بس عشان جميلة. اي معلوم استمتع يعني استمتع بالنهاية انت دورك المحلي معروف دورك الخليجي معروف اسمك في البحرين وباقي دول المنطقة الحمد معروف لله. بس الحمد لله ارتباطك حتى في موسيقار يعني على هذا وهذا شيء يعني شو اقول لك نعمة من كريم ان الواحد يتحصل له فرص مو ليش اني احسن الخيل يمكن ظروف يساعدت فيها الظروف والتميز ايه كله مع بعض ايه عمار يمكن من أهم الملحنين اللي مروا على مصر بعظمتها عظمة فنانينها عظمة والصدفة اللي خلتنا تكرر العملية في البداية كان عبد الله رويشد طالب لحن من عمار ايه فقال لعمار يجيب لي نص كويتي صادف اني انا اللي موجود فكتبت له اول اغنيه اللي هي استحملك جميله ايه ولحنها والحمد لله توفقنا فيها ف طلبوا نص ثاني وهذه كانت في ألبوم منفصل اي هذا ما له علاقة بروحها شيء أي. كنت كاتبها وكاتب أغنية ثانية اسمها أعتب عليه الله اي فاختاروا أستحملك في أي. البداية لعمار الشريعي رحمة الله عليه وهني بدأت علاقتي في عمار الشريعي رحمة الله عليه الله يرحمه وجدت إنسان الله معطيه الله أخذ منا نعمة النظر نعم. ولكن حباه بعقل مرتب مميز تقدر تقول عبقري بكل المعايير في الحالة الفنية وبعدها كتبت أنا عاد مسحور والجرح الأخير وبس ما عقبها ما كتبت شيء بس كانت تجارب بالنسبة لي أنا إني أشوف هذا الإنسان شلون يشتغل وشلون عندها الفكر السريع اللي ما شاء الله الله يرحمه كمبيوتر إيه عجيب إيه والله لما خاصة في مسحور مسحور لأنها مقسومة نصين مسحور بالفعل يعني أنا ودي أتوقف عندها في أكثر من محطة هذه مقسومة نصين نص الشعبي الشعبي السامري إيه ونص الحديث اللي أنا كتبته إيه؟ إذا سكن أنت المكان المهم إيه أنا انبهرت لما ربط هذا الجزء
شلون دخلوا على بعض؟ شلون ربط هالجزء الحديث اللي هو متعود عليه في شيء من المرقاب اللي شي يقول يقول يجر قلبي جر لدن الغصوني لدن الغصوني وبالفنطاس يعني بالكويت أهل السامري يعرفون غصون سدر جرها السيل جره الله. شلون ربطها والكلمات أصلا يمكن ما قلجة عليه يعني ربما الكلمات قلجة عليه وايد قلجة واللحن قلجة ما هو معتاد قلجة عليه الحين قلجة حتى على بعض عيالنا يعني صحيح وهالانسجام العجيب انسيابية عجيب يعني عجيب احيانا لين نطيت من لحن للحن يصير اكو شيء اكو شيء او تقطع هذه لا دخلك فجأة بجو ثاني وعجيب يعني ما تدري شلون يعني عجيب يعني يعني الملحن العادي يقرأ النص وهو أنت تقول للنص إيه وهو يشتغل ويسمع ويحس فيه سبحان الله أقول لك الرجل موهبة عظيمة يعني موهبة عظيمة أنجبتها مصر كان متواضع جداً. يعني انت تعاملته معاه في عز لا شهرته ليالي الحلميه ويحب الناس وهو يحب الناس ويحب الناس يعني انا شفته في موقف مع ناس بالشارع يعني عامه الشعب يا اخي تحس في تواضع الارض يعني يوقف ويسولف وياهم يضحك ينكت وراعي نكته دمه خفيف ما ودك يسكت له قام يسولف عجيب اي والله بس انا سعيد اني دخلت هالتجربه تجربه يمكن علمتني اشياء انا ما اعرفها شلون تتعامل مع غير ربعك اللي متعود عليهم كل صبحيه تشوفهم كل عصريه تشوفهم طريقه مختلفه وشلون مثلا يوصل اللي تكتبه لشعراء آخرين من مصر مثل الأبنودي وغير الأبنودي كلهم كبار يعني كبار فطاحل فطاحل في 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 شغلهم وأنت بينهم وأنت بينهم كبير رايح وياهم فتعلم حقيقة أنا تعلمت وايد من عمار وأنا أقول لك أنا من نوعية من الناس أعوذ بالله من كلمة أنا اي واحد اشتغل وياه تعلم منه اي واحد صغر هذا الرجل ولا كبر ما دام اشتغلت وياه اذا اكو شيء انا تعلمته وانا ما ادري ما احس بعدين القى النتيجه بعدين بعدين القى النتيجه تجارب وخبرات تراكميه تراكم اضافه على اضافه عمار واحد من اساطيل الفن في مصر سبحان الله اللي يفقد حاسه من الحواس يعني احيانا ربك عوضه بهالقدرات اضافيه يعني اقول لك شيء احنا داشين انا وهو عبد الله داشين شقته ايه شب لنا الليت وهو عجيب عشان تعرف ايش كثر هذا الانسان غير عادي عنده استوديو اسمه استوديو عمار لا عيزه والمهندسين ينادونه ويصلحه يصلحه اي يعرف وين فيه الخلل ويسوي يمد ايده فيه ايه مو انه بالسمع بس لا 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 كذي وكذا اي 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 ايه عجيب عجيب يعني انسان عجيب يعني تجربه مع عمار تجربه عمر زين مسحور استخدام الكلمه مسحور ما دخلتك بانتقادات مشاكل لا ما ندخل انه حرام ما لا يجوز او لا لا, لا, لا انا مفهومه ما هي يعني بالنسبه لي انا كاتبها مو عشان احد يقول لي هذا حرام ولا هذا مسحور انا كتبتها حاله عاطفيه مو مو مو, مو, مو حاله لا وجدانيه ولا حاله فيها من الدين شيء انا
ونقول احنا يعني منظر ساحر. أيوة. قول يعني وانا كررتها في حتى اغاني وايد انت ساحرني. نعم انت نعم. في اكو مثلك. أي. وانا صغير بالمرقاب قبل اروح جبله نام على السطح على السطح. أي. اول ماكو مكيفات ولا اكو شيء ولا اكو حتى عز الصيف كان اي ولا اكو بنكه ولا اكو هذا. فالمكيد ورا مسجد شملان في المرقاب. توصف لنا يا شنو هو المكيد؟ هو المكان اللي يسوون فيه الطنبورة. ايه. في نفس الوقت أهل السامري يستنزل واحد. ايه. ويقولوا هذه شلة فلان اللي لا سمعها طب الميد. فربطت أنا مسحو السحر بالسامري بالمكيد كله. فاخترت اجمل ما كتب في السامري يا جر قلبي جر ادنى الغصوني وغصون صدر جره السيل جره على الذي مشي تخطى بهوني اعصير ما بين الفريجين مره. شوف الرقه شوف الرقه العجيبه. يعني الله عجبتني الفكرة وسويتها. بس اللي أبهرني شلون انتقل من هذا الحديث إيه؟ أنت يا عمار رحمة الله عليه إلى شيء كويتي كويتي يعني ما حد ما عليه شيء. إحنا في حالة الانتقال هذه نتهيأ لانتقالنا أنت على المائدة. إيه؟ أنت ساحر المائدة أنت؟ لا يحفظك جميل هذا لقب حلو هذا. وفيها جانب عصري وجانب تقليدي. نطلع فاصل ونواصل ونعود إلى المائدة لنواصل. نوزع فرحا ضحكا نملأ شارعنا بالخير نرفع ايدينا وندعو الله يسخرنا للغير ننتظر يا العامل العامل اي الشوق يسير وسنبقى الألفة عهدا حتى تهل هدايا العين. كل رمضان فرمزون توزع الفرحة هالسنة وزعها ويانا مع الأيام بان الفرق وبان اللي يود بصدق أقول بحقه كلمة حق يا حظي بك خوي الروح تشد عزمي مدامي صح وإذا كنت في خطأ تنصح صريح لو تجي عالجرح عسل عالقلب وتروي الروح يا بختي باللي بكاني وبكى لاجل الوفي ولا اللي كان يضحكني ويضحكهم علي يا بختي باللي في ضعفي سندني وخذ بيدي ولا اللي كان هو ضعفي وخذ كل ما لدي انا المسؤول عن قربه قراري هذه الصحبه حياتي تكمل بنخبه نكيهم بقلب وروح أنا المسؤول عن قربة قراري هذه الصحبة حياتي تكمل بنخبة نكيهم بقلب وروح. عمك مولاك قبل الله يحفظك قبل ما نكمل سوالفنا عن عمار الشريعي رحمه الله هذه مطاعك الزمان ولا طيعة العيال ساعات ما يحبون السمك ايه
أو ما يفضلونه ويأخذون البدائل السهلة. فلقيت وأنا أحوس باليوتيوب سنة من السنين برجر سمك السالمون مع ربيان. طحنته بيبيع. إيه ربيان فريش وسمك السالمون فريش، أطحن كميتين متكافئتين وينخلط مع شوية بصمات عشان يتماسك. وفي كزبر شبنت بصل بودر ثوم بودر والنتيجة إن شاء الله تكون زينة إن شاء الله. وهذه الصلصة أو الصوص هم في مجموعة منكهات يدخل في التارتار صوص على قولتهم. شنو التارتار؟ هذا صوص أبيض مع السمك مزريج يعني. مع الأسماك مع الربيان يحبونه، وضايفين عليه شوية إضافات ما بين بصل أخضر وما بين يعني سوالف مني ومناك. الهدف بالنهاية تحبلي الطبخة، هذا يسمونه الكيبر. شنو؟ نوع من المخللات المرتبطة. كيبر؟ اي نعم، بس والله ما أدري شنو هو أمانة. وهو مثل مدلقم. مو كل مدلقم يوز. فإحنا إن شاء الله نبدأ إن شاء الله الشغل، وهذه عسى ما سخنت أكثر من اللازم. كالعادة لازم يحوشنا هذا الشيء. نقول بسم الله. بسم الله. واحد تكمل سوالف عمار الشريعي الجميلة. شنو شفت فيه بعد؟ تقول محب للناس ويقربون منه ويسولفون معاه ما في نوع أي من يعني ما في الزهو والغرور أبد 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 ما اللي فيه. أنا النجم الأوحد أنا الكبير أنا لا ومثل ما تفضلت إحنا تعاملنا وياه وهو بعز ايه؟ شهرته وعز وكانته الفنية. نعم. حتى يعني أنا وأنا رايح يمكن ما كنت أتوقع إنه بيكون بهالحبابة و. إيه ما هجيت. إيه عمار الشريعي وعلى اسمه. مع العلم أقول لك شيء، في أغاني لما كان هو عازف بس. إيه. من عرضها مسموح. وهو أحد اللي. عزفه فيها. عجيبه إيه والله. إيه وذاك الوقت هو يعني عازف في بداياته كان في بداية بعد ما حد اكتشف. إيه وين تم تصويرها أو عزفها في مصر ولا إيه في مصر في عندهم استوديو في مجمع مسبيرو. إيه 40 بعد 45 رغم الاستوديو تبين لمساتها يعني الحين لما تسمع مسموح راح تسمع شلون هو يشتغل عالم بروحه اي فمرت السنين مرت السنين سالفه ما هقيتها اي مرت السنين اللي اتعامل وياه كملحن واجد فيه انسان لا يضاهى ابدا. عجيب كذي اللي يشوفها كذي ما يقول انها هذه سلمون وربيان. اي تخدعهم. اي عجيبه. اعتقد كم تاخذ لها يعني هالاشياء دائما التحضير هو اللي ياخذ وقت. إيه؟ اما تجهيز لل يعني عاده اذا عندك يمعه وكذا وقاعدين خبزهم موجود صلصاتهم موجوده الخس موجود الاشياء موجوده كل واحد يشيلها يذهب شغله ويك يحط له هذه ويسكر صلصته ويتوكل على الله. خلص تفلت الحين
ومتى تحط الجبن أبوب ولا الحين؟ الحين تحطه فوقها عشان يسيح يعني. كنت أقرأ مرة روايات لطه حسين رحمة الله عليه، صدق لما قرأت له رواية، أنا كنت أقرأ له مقالات أدبية، حديث الثلاثاء، هالسوالف، كان عنده يعني مقالات جميلة ومجموعة في كتب، حديث الأربعاء والشعراء الجاهليين وما أدري شنو. لما قريت له رواية استشعرت فقدان حاسة البصر، بس شلون عوضها؟ تعويض جميل يعني. في الرواية يصف المكان، يصف زرقة السماء، ويصف يصف ما يسمع ويحفظ من الناس، لكن التعويض وين كان؟ يغوص في أعماق أعماق الشخصيات اللي بروايته. هذا الغوص يخليك حتى الرواية تشوفها من منظور ثاني مختلف تماما، كأنه دكتور أو طبيب علم نفس، كأنه طبيب علم نفس يغوص في الشخصية ويعرف كنه الشخصية وسلوكها ونوازعها، فتجد متعة إضافية تميزة عن باقي الروائيين. صح، وهذه شو يحول النقص إلى ميزة فائقة الاختلاف والجمال. وهذه أنا من ناحيتي أسميها عطايا رب العالمين لمن فقد بصر أو أي جزء في جسمه. رب العالمين يعوضه خير، يعوضه شيء أجمل. ما يكمل رب العالمين إلا كل خير، وهذه نعمة رب العالمين. إذا نبي أعرف أحب الألوان، أدري فيك أحب البهجة، أشوفك لنبتهج معا. أكو أحد ما يحب البهجة؟ اللي يبي يسكر صمونته يسكرها، واللي بيخليها يسكرها، واللي ما يبي كيفه كيفه، هو اللي بيأكلها. ها؟ هو اللي بيأكلها. أنا أحط لك وأجيب هذه عدة. بسم الله، رايك في القصة؟ بس ما شاء الله. ها؟ ما شاء الله جميلة، جميل. لوحة فنية. وينهم؟ وين المصور؟ وين اللي يصور؟ وين المصور؟ وين المصور؟ وين صور يا مصور؟ صور يا شوفوا لوحة الحداثة. اي نوع الحداثة بس بشكل زين، وكأنها همبرجر. اي عجيب. نقدر نختم الآن؟ نختم، ليش لا؟ ونتفرغ للأكل، لأكلنا. يلا خير إن شاء الله. استمتعنا وياكم، واستمتعنا بسوالفك يا عم، وهلما بنا إلى مائدتنا. يلا فما الله فما الله.